ترتبط اليهودية ارتباطاً وثيقاً بالإسلام. شهدت العلاقات بين المسلمين واليهود العديد من التقلبات، لكن لا يوجد هناك صراع متأصل بين الديانتين. نحن ندرك أن الماضي يحمل دروساً لنا ونحاول تحسين العلاقات بين المسلمين واليهود اليوم. أول تواصل بين النبي محمد واليهود كان لدى هجرته إلى المدينة. بعد ذلك بفترة وجيزة وقع على صحيفة المدينة ليضمنوا بذلك حرية العبادة للجميع ويعتبرهم أمة واحدة تحت حماية الإسلام. كانوا اليهود العرب الذين التقى بهم النبي محمد أقلية صغيرة من العالم اليهودي في ذلك الوقت. يعتبر القرآن الكريم اليهود والمسيحيين أهل الكتاب، ويوضح القرآن والحديث النبوي أن النبي احترم العادات وتقاليد اليهودية، حيث يعتبرون أنبياء بني إسرائيل محوراً للديانة الإسلامية. في العصور الوسطى عومل اليهود في الأراضي الإسلامية بمستوى من الاحترام والكرامة لم يكن له مثيلاً في أوروبا المسيحية. اعتبار اليهود أهل الذمة مكنهم من الاندماج في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك الأعمال التجارية والطب والحكومة. ومثلاً عندما تم ترحيل اليهود من إسبانيا الكاثوليكية عام 1492، استقبلهم السلطان العثماني بايزيد الثاني بأذرع مفتوحة، منتقداً غباء ملوك إسبانيا الذين قاموا بتهجيرهم. استمرت هذه الشراكة الوثيقة في العصر الحديث. على سبيل المثال، أنقذ ملك المغرب محمد الخامس أكثر من 200 ألف يهودي مغربي من الاضطهاد النازي، حيث قال: لا يوجد مواطنون يهود ولا يوجد مواطنون مسلمون، إنهم جميعاً مغاربة. لكن الأمور لن تكون دائماً سهلة بالنسبة لليهود في الأراضي الإسلامية. لقد فرضت قوانين الذمة المنصوص عليها في العهدة العمرية قيوداً على اليهود والمسيحيين في عباداتهم. في بعض الأحيان أجبرهم الحكام على ارتداء ملابس تميزهم عن غيرهم، كما فعل الخليفة العباسي المتوكل. كانت هناك أيضاً سلالات مسلمة مثل الموحدين في شمال إفريقيا التي أجبرت اليهود على اعتناق الإسلام. خلال المحرقة التقى مفتي القدس الحاج أمين الحسيني مع هتلر ووضع خطة ضد اليهود وأشاد بالمثال النازي. في بغداد، مدينة تمتعت بعلاقات ممتازة بين المسلمين واليهود والمسيحيين على مر العصور، قتل نحو 200 يهودي في عام 1941 في أعمال شغب معادية لليهود تعرف باسم الفرهود. في جميع الحضارات هناك أشخاص يتصرفون بشكل سليم وآخرون يتصرفون بشكل عنيف، ولكن كلا ديانتين اليهودية والإسلام تعلمنا أن من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. يعيش اليهود والمسلمون اليوم جنباً إلى جنب في العديد من الدول، ويجدون طرقاً للتغلب على الاختلافات بينهم بالتعاضد ومواجهة التحديات المشتركة.